أهلا بكم من جديد. كشف تقرير نشرته وكالة أنباء بلومبرغ الدولية أن البحرين تمكنت من تحقيق أعلى مردود لاستثماراتها منذ التعاون المالي من الدول الشقيقة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت، والذي بلغت قيمته 10 مليارات دولار العام الماضي. وبهذا تأتي السندات البحرينية في مقدمة السندات الخليجية على إثر هذا التعاون. وذكرت بلومبرغ أن الأوراق المالية للحكومة والشركات في المملكة قد حققت معدل عائد بحوالي 5% منذ العام الماضي. والجدير بالذكر أنه في ضوء الانتهاء من الإقفال الأول لحسابات الميزانية العامة للسنة المالية 2018، تم رصد انخفاض العجز في الميزانية العامة بنسبة 35% مقارنة بالسنة المالية 2017، ويعود ذلك لمبادرات إعادة هيكلة الميزانية العامة التي تم البدء بها منذ العام 2015، والتي أسفرت عن ضبط مستويات المصروفات المتكررة وتنويع الإيرادات غير النفطية خلال الأعوام السابقة، إلى جانب البدء الفوري بتطبيق برنامج التوازن المالي الذي تم تدشينه مطلع الربع الرابع من العام 2018 وارتفاع أسعار النفط في الأسواق الدولية. وتأتي هذه النتائج لتؤكد على مضي المملكة نحو بلوغ نقطة التوازن بين الإيرادات والمصروفات. أظهرت النتائج المالية لمجموعة البركة المصرفية التي تتخذ من مملكة البحرين مقرا لها زيادات جيدة في بنود الدخل خلال العام 2018، حيث ارتفع صافي الدخل التشغيلي بنسبة 4% ومجموع صافي الدخل بنسبة 5%، بينما استقر صافي الدخل العائد للمساهمين وذلك بالمقارنة مع العام 2017. وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة البركة المصرفية سعادة الشيخ صالح عبدالله كامل إن نتائج المجموعة في العام 2018 تعتبر طيبة عند الأخذ بالاعتبار الظروف المالية التي مرت بها العديد من وحداتنا المصرفية، إلى جانب البيئة الجيوسياسية الإقليمية والعالمية غير المستقرة. كما أن استطاعت الوحدات والمجموعة من تحقيق هذه النتائج مع محافظتها بنفس الوقت على جودة أصولها ومتانة الأرصدة السائلة، إلى جانب تحسين العوائد المالية من كافة الأنشطة الرئيسية. وللحديث أكثر حول النتائج المالية لمجموعة البركة المصرفية، معنا عبر الهاتف الأستاذ عدنان أحمد يوسف، عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية. مساء الخير أستاذ عدنان، وبداية، كيف استطاعت المجموعة التغلب على عدم استقرار العملات المحلية للدول التي تعمل فيها وحدات المجموعة أمام الدولار لتحقيق هذه النتائج المالية خلال العام 2018؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وشكرا على هذه الفرصة لنا، إتاحة الفرصة لنا للتحدث معكم. 2018 كانت يعني سنة بالنسبة لنا، كانت سنة يعني سنة فيها بعض المفاجآت خاصة بما يخص المعايير الجديدة، بالذات معيار رقم 9 من ناحية خلق مخصصات كبيرة، وكذلك تذبذب العمل لكثير من الدول التي نتواجد فيها. ولكن والحمد لله مع أخذ كل هذه الأشياء، الحمد لله حقق البنك نمو في الأرباح، في صافي الأرباح تجاوز 5%. ولو أخذنا أو استبعدنا موضوع تذبذب الأسعار لزادت الأرباح بنسبة حوالي 16% عن سنة 2017. نعم. السبب هذه الزيادة والحمد لله هي عبارة عن زيادة في أصول المجموعة، وكذلك في تنويع منتجاتها في 17 دولة. نعم. الحمد لله يعني هذه الأشياء تعتبر جيدة في الظروف التي تمر بها المنطقة. نعم. بالحديث أستاذ عن خططكم أو خطط المجموعة للتوسع في شبكة الفروع، كيف تسير مجموعة البركة إلى تلك الأهداف من خلال استراتيجية 2019؟ بالنسبة لنا 2018 تقريبا زدنا حوالي 22 فرع، فالآن عندنا تقريبا حوالي 700 فرع منتشرين في 17 دولة، وآخر الفروع التي تم افتتاحها كانت في المغرب في بداية سنة 2018. تقريبا فتحنا 5 فروع جدد، لأن
وحدات نزلت في ديسمبر 2017 بداية 2018. نعم. نتوقع 2019 أن يكون هناك زيادة في عدد الفروع كذلك في حدود 20 فرع إن شاء الله متوزعة في دول كثيرة، منها كذلك إن شاء الله يكون عندنا تواجد في البحرين أو زيادة في الفروع في البحرين. نعم، بالحديث أستاذ عن مجال التقنية المالية، أين مجموعة البركة المصرفية اليوم من ذلك؟ نعم، بالحديث عن مجال التقنية المالية، أين مجموعة البركة المصرفية في هذا المجال؟ بالنسبة لنا هنا في الاي بي جي في مجموعة البركة المصرفية نعتبر يعني نأخذ هذا الموضوع بجدية كبيرة، وتقريبا في خلال 2018 بدينا انطلاقة قوية في موضوع الديجيتال، وتم تأسيس بنك خاص لنا في ألمانيا يواكب متطلبات الجالية التركية في ألمانيا، خاصة أن هذا الديجيتال بنك تم فتحه من قبل بنك البركة التركية. نعم. كذلك تم إدراج كثير من المنتجات التي تواكب التطورات التي تحدث في عملية التكنولوجيا المالية. نعم، الأستاذ عدنان أحمد يوسف، عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية، شكرا جزيلا لك. والآن نترككم مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية. نواصل النشرة الاقتصادية مشاهدينا مع فقرة إغلاقات البورصة لنهاية التعاقدات هذا اليوم، ونبدأ مع بورصة البحرين، حيث ارتفع مؤشر البحرين العام في إغلاق اليوم بنسبة 0.91% بإقفال عند مستوى 1405 نقاط، وذلك عائد لارتفاع مؤشر قطاعات البنوك التجارية والاستثمار والخدمات والصناعة، وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 4,778,000 سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 1,174,000 دينار تم تنفيذها من خلال 133 صفقة. وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع البنوك التجارية، حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 67.72% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة. أما بالنسبة إلى إغلاقات باقي البورصات الخليجية، فنبدأ مع السوق المالية السعودية التي أغلقت عند مستوى 8539 نقطة بارتفاع بلغت نسبته 0.27%، وبالنسبة لسوق أبوظبي للأوراق المالية فقد أغلق عند مستوى 5060 نقطة بارتفاع تجاوز نصف نقطة مئوية. أما سوق دبي المالي فقد أغلق عند مستوى 2632 نقطة بارتفاع بلغت نسبته 2.58% لتكون الرابح الأكبر بالنسبة لتداولات هذا اليوم. وبالنسبة لسوق مسقط للأوراق المالية فقد أغلق عند مستوى 4053 نقطة بانخفاض بلغت نسبته 0.7% ليكون الخاسر الوحيد بالنسبة لتداولات هذا اليوم. قال رئيس الوزراء الهندي ناريندا مودي أن السعودية تمثل أهم شريك للهند، وأضاف أن السعودية تمثل أهم شريك وأنها تمدهم بالطاقة. وأوضح مودي في تصريحات له على هامش زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أن رؤية بلاده مشتركة في مجال الأمن ومكافحة الإرهاب. وقالت أرامكو السعودية أن الاستثمار في الهند يمثل أولوية للشركة، وأنها تتوقع أن يرتفع طلب البلاد على النفط إلى 8.2 مليون برميل يوميا بحلول العام 2040. ووقعت السعودية عددا من الاتفاقيات الاقتصادية مع الهند شملت السياحة والإسكان والتجارة. أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية أدنوك عن حصولها على تصنيف ائتماني مستقل من الدرجة AA بلس من وكالة فيتش، التي أوضحت أن هذا التصنيف يأتي نتيجة الإنتاجية العالية التي تحققها أعمال أدنوك في مجال الاستكشاف والتطوير والإنتاج والربحية القوية وتركيزها على زيادة العائد الاقتصادي.
ومنحت فيتش أدنوك كذلك تصنيف AA بالنسبة للقدرة على الوفاء بالتزاماتها طويلة الأجل، مع نظرة مستقبلية مستقرة تتماشى مع التصنيف السيادي لأبوظبي، وبما يعكس الروابط القوية بين أدنوك وحكومة أبوظبي. وذكرت وكالة فيتش أن هذه التصنيفات تعد حاليا أعلى التصنيفات الائتمانية التي تمنحها لشركات النفط والغاز. النشرة الاقتصادية مستمرة من تلفزيون البحرين وفيها بعد قليل. مؤسس مجموعة هواوي يقول إن العالم يحتاج إلى شركته لأنها الأكثر تطورا ولا يمكن لواشنطن أن تلحق به. توصلت مصلحة الضرائب المصرية لاتفاق مع شركة أوبر مصر لتحصيل ضريبة القيمة المضافة بشكل ميسر، وهو ما ينهي النزاع الضريبي بين الطرفين. وأعلن وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط التوصل إلى اتفاق بين الشركة ومصلحة الضرائب من أجل تحصيل مستحقات الأخيرة لدى أوبر بشكل ميسر. وأكد معيط أن وزارة المالية المصرية تعمل بكل جدية وسرعة لتسوية أي منازعات ضريبية أو جمركية تخص الشركات والمستثمرين لدفع عجلة الاقتصاد، وبما يضمن الحصول على مستحقات الدولة المصرية. حذرت منظمة التجارة العالمية من استمرار تباطؤ النشاط التجاري حول العالم خلال العام الحالي، مع تسجيل المؤشر الفصلي أدنى قراءة في نحو 9 سنوات. وكشف التقرير الفصلي للمنظمة أنه من المرجح أن يشهد نمو التجارة العالمية مزيدا من الهبوط خلال الربع الأول من العام الحالي. وبحسب التقرير، فإن مؤشر توقعات المنظمة الفصلي والمكون من 7 محركات للتجارة سجل 96.3 نقاط خلال ديسمبر، وهي أضعف قراءة منذ مارس 2010 وأقل من 98.6 نقاط المسجلة في نوفمبر السابق له. كما أن القراءة أقل من 100 نقطة في إشارة إلى أن النمو في التجارة أقل من اتجاهات التوسع خلال الربع الأول من هذا العام. والآن نترككم مع أبرز مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والمعادن الرئيسية. خاطب رين تشينغ مؤسس شركة الاتصالات الصينية العملاقة هواوي الولايات المتحدة بلهجة تحد على خلفية ما قالته بشأن محاولات كبح جماح التكنولوجيا الصينية، فضلا عن القضية المتعلقة باحتجاز ابنته. وقال تشينغ أنه لا يمكن للولايات المتحدة سحقهم، مضيفا أن العالم يحتاج إلى هواوي. وتواجه شركة هواوي حملة تقودها الولايات المتحدة لإقناع حلفائها بإغلاق الطريق أمام تكنولوجيا الشركة من شبكات الجيل الخامس فائقة السرعة. وعلى إثر ذلك، فرضت كل من أستراليا ونيوزيلندا قيودا على مشغلي شبكات الهواتف المحمولة من استخدام أجهزة هواوي من الجيل الخامس.